انا عندي جديد بيلعب في مركز الشمال، شديد لعيب هايل جدا 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 جدا، لعيب كوره على اعلى مستوى ولعب كتير ولعب في النادي الاهلي، واظن ان هو دخل منتخب في فتره من الفترات، لعيب مهم جدا بالنسبه لي، واكيد ان هو مؤثر بشكل كبير جدا. اتمنى ان شاء الله ان انا يعني شديد بالمستوى اللي هو بيروح بيه ده يروح بيه المنتخب، او انا اقدر ان شاء الله اقدر اعمل حاجه بالنسبه للمكان ده. بالنسبه للراس الحربه، يعني انا كان عندي اثنين رؤوس حربه الاثنين يصلحوا يلعبوا منتخب مصر، عمر وخالد. خالد قمر لما جالي، وخالد كان جالي وكان قعد فتره طويله جدا وكان عامل لبصه ليبي، سواء جالي في هنا او لما جالي في الاتحاد السكندري، في الوقتين دولت انا اتعاملت مع خالد بشكل يعني الحمد لله اكثر من ايجابي. خالد رجع بشكل كبير جدا، انا رايي ان خالد احسن من كل الناس دي كفيرود يعني، بس للاسف هو محدش بيبص له ومحدش حاسس بيه، لكن انا شايف ان خالد ما يقلش عن اي فلود من الفلاودة الجامدين جدا بالنسبه للكوره المصريه. باسم قعد فترات طويله قوي الفترات اللي فاتت ديت، شويه وشويه وبتاع، انا طبعا مهتم بيه جدا وعامل له برنامج يعني ان شاء الله هو بيشتغل فيه بشكل كويس قوي. اكيد الاراده بتاعته مع التصميم ان هو يرجع، ان شاء الله باسم يرجع بشكل كويس ويقدر يبقى لعيب من اللعيبه المؤثرين سواء في فرقتنا او على المستوى الاعلى. يمكن طبيعه لعبنا ممكن ان احنا بنحب الكره اللي فيها الهجوميه، بس طبعا لو ما دافعتش كويس الامر يبقى صعب جدا عليا، بس انا بحب الكره الهجوميه يعني، ده امر حاجه هايله جدا، فعشان كده بحفز لعيبتي على الكلام دوت وبشغلهم كتير جدا على التخصصات اللي احنا بنشتغل عليها ديت. اكيد ان دي ساعات بتساعد الفلاوده بشكل كبير جدا ان هي تتالق يعني. انا اتمنى ان انا اخد الدوري، ده امر يعني حاجه تبقى حاجه هايله جدا، لكن طبعا اكيد كل واحد فينا بيبقى له حدود معينه، اكيد ان هو بيشتغل وبيحاول يوصل لابعد منه. اكيد احنا فرقه يمكن يعني مش هقول ان احنا بنناطح الناس الكبار، اكيد الانديه الثانيه بقت الامكانيات يعني صراحه امكانيات غير مسبوقه في الكره المصريه، امكانيات كبيره جدا جدا، حتى اللعيبه في الانديه الكبيره بتاخد مبالغ احنا مش قادرين نسمعها، امر صعب جدا بالنسبه لنا يعني. اكيد لما نتعامل مع هذه الفئات لازم كمان نتعامل معاها بعقلانيه يعني. اكيد ان احنا بنتمنى ان شاء الله ان احنا نوصل لنص الدوري، اذا وصلت للمربع هذا امر كويس جدا. السنه اللي فاتت احنا ابتدينا الراوند الاولاني بشكل كويس قوي، يمكن ما تعاملناش مع شهر يناير بشكل كويس، مع ان انا حصل لي اصابات مؤثره جدا جدا، مع ان احنا ما قدرناش نعمل صفقات كما يجب لاني ما قدرتش اعوض، فاكيد الناس طبعا بتبص للنتائج، لكن الداخليات والامور ديت اكيد هيبعد عنها. انا بلعب في ملعبي، الراون الثاني ما لعبتش ولا ماتش في ملعبي، ملعبي في الراون الاولاني ما اتغلبتش غير على ماتش واحد، يا اما بكسب يا اما بتعادل. تاني راون ما لعبتش ولا ماتش على ملعبي. وادي مثال فرقه المصري، فرقه هايله جدا هايله جدا جدا جدا، بس بتلعب على ملعب واحد بس، ده مديها باور هايل جدا جدا جدا. فرقه المصري لما جت السنه اللي فاتت يعني في الراون الاولاني جم لعبوني على ملعبي في السلام، اتعادلوا وهم متعادلين معانا طالعين مبسوطين جدا جدا جدا. انا لما بروح العبهم اكيد ان انا كمان لما بحقق معاهم نتيجه حتى لو هي ايجابيه ان انا بتعادل معاهم برجع وانا مبسوط. ده غير كده ايه، انا بقعد استنى انا هلعب فين بكره، بكره مش 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 حتى باسبوع. كل ده كان ليه تاثير كبير. اتمنى ان شاء الله ان الدنيا تنظبط معانا السنه دي، ونتمنى الحمد لله ان احنا الصفقات اللي عملناها في حدودنا بشكل معقول قوي، اتمنى ان هي تودينا لحاجه يعني تبقى مرضيه جدا لينا، على الاقل لو احنا في 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 الحته الدافيه في الدوري ده حاجه كويسه قوي، لو رحنا للمربع الذهبي اكيد ان ده هيبقى طموح هايل جدا جدا لينا.